استجابة لمناشدة أهالي قرية تعالي حمودة ببني سويف لبرنامج الحياة الآن يوم الجمعة الماضية من نقص الخدمات الأساسية وتلوث مياه الشرب ونقص خدمات الأطباء في المستشفيات، نظم المستشار محمد سليم محافظ بني سويف جولة بالقرية على مطالب المواطنين. كاميرا الحياة الآن رافقت المحافظ في الجولة وأجرت مواجهة بينه وبين الأهالي في رسالة الزميل أحمد فرج. مشاهدينا الكرام، يعني بنتحدث عن قرية جزيرة أبو صالح المتفرع منها قرية الغردق أو عزبة الغردق وأيضا الغرقد وأيضا عزبة علي حمودة. يعني احنا متواجدين هنا في عزبة علي حمودة، كنا قد تواجدنا منذ أيام لتسليط الضوء على عدد من المشاكل اللي بيعاني منها الأهالي هنا، بتتمثل في انقطاع المياه بصفة دولية وأيضا عدد من يعني المشاكل الأخرى مثل رصف الطرق وتدني مستوى الخدمة الصحية وأيضا مطالبات بضرورة إنشاء شبكة صرف صحي. معنا استجابة من سيادة المحافظ المستشار محمد سليم محافظ بني سويف. مرحب بك يا فندم، استجابة سريعة جدا، عاوزينك تحطنا في الأجواء وإيه اللي تم اتخاذه. انت شايف اللي احنا موجودين مع الناس وشايف الأهالي هوت واللقاء مفتوح معاهم. احنا على مستوى المحافظة نظام الشغل عندنا زيارات ميدانية بيرافقنا فيها كل المسؤولين في كل القطاعات لتفعيل الخدمات وتحسين الخدمات، وده شغلنا واحنا مؤمنين بيه. أنا مؤمن أن أنا هقعد مع الناس، أنا جاي عشان أخدم الناس وجاي هأفضل مع الناس واقفين مع الناس. النهاردة خدنا خطوات، في النهاردة دكتور استلم الوحدة الصحية هيبقى موجود على مدار الـ 24 ساعة. الوحدة الصحية دي كانت مشكلتها أن هم ما فيش دكتور منتظر. السيد دكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة لسه مستلم الشغل في المحافظة ما بقالوش 10 أيام. بيفعل القطاع معايا واخدين خطوة خطوة وعاملين برنامج زمني وعاملين برنامج زمني لتحسين القطاع، وابتدينا فيه خطوات ملموسه في المستشفيات المركزيه في المستشفى العام. طبعا انت عارف عدد القرى كتير جدا، مش بين يوم وليله يا جماعه، مش بين يوم وليله. انا بتكلم مع الناس، انا موجود معاكم، بس يا جماعه حجم التراكمات اللي كانت موجوده فتره طويله جدا، احنا سبرنا كتير جدا وكنتوا ساكتين فتره طويله جدا. انتوا مره واحده دلوقتي بتتكلموا عن كل حاجه على تاريخ طويل كان فاضل انتوا ما كناش بنتكلم فيه. انا جاي بحل وعندي استعداد اقعد مع الناس 24 ساعه، وعندي استعداد اشتغل معاهم 24 ساعه مع الناس، وهبقى سعيد، هبقى مبسوط ان قاعد مع اهلي، واخد بالك؟ دي بالنسبه لي انا ما عنديش مانع، انا عندي اقعد معاهم بالليل. الناس بيقولوا انت جاي تقعد معايا شويه، لا انا هاخدكم وهيجوا لي المكتب، مفيش حواجز، بس لازم تبقوا انتوا عايشين معايا المشكله اللي يا جماعه اللي احنا سبرنا كتير، مش من يوم وليله هقدر احل كل المشاكل دي اطلاقا يعني. ففي خطوات، النهارده هبقى معاك، هبقى مع اهلك في القريه الثانيه، مع اولاد عمكم في القريه الثانيه، كل يوم في منطقه جديده. طيب يا فندم، احنا بنتكلم عن المشكله الاساسيه هي مشاكل المياه. المياه يا فندم طبعا ده ملف جوهري بالنسبه لي جدا، حياه المواطنين، وكمان ومش بس كمان، لا الجوده كمان، وهتابع اداء الدكتور، مش بس هو دكتور، ما ممكن دكتور بس ما يكونش بالكفاءه اللازمه، ده انا هتابعه وهشوف كمان، هبقى عندي هبقى بتابعهم ايه اداء الخدمه بالنسبه له، وانا هبقى عندي متابعه، عندي قسم متابعه في المحافظه، هعتمد على الدكتور علاء عزت في الوزاره وكيل وزاره الصحه اللي هو ينزل يتابع الناس بتوعه. المسؤوليه لازم تبقى جماعيه ولازم يبقى فيه مشاركه شعبيه. انت تعالى بلغني قول للدكتور مشي صح، لا ما انا مش هبقى موجود على رمضان 24 ساعه في كل الوحدات الصحيه على مستوى 22 قريه عندي في المحافظه، تمام؟ فدي المشاركه الشعبيه، المسؤوليه يا جماعه لازم تبقى بيننا جماعيه. طيب تمام، بنتكلم يا فندم برضه، وانا عايزك ما في صرف صحي فاضل، انا عايزك تتابع، عايزك تتابع تاني وتالت اللي احنا هنزورهم مره واثنين وثلاث، مش هزور مره. والناس دي هتابعها من هنا وهيقول لي المكتب، هيبقى في حاله تواصل بيني وبينهم. انتوا عاوزين خطه زمنيه معينه؟ اكيد طبعا خطه، بس احنا مش انا طالع، انا يا سيدي الفاضل انا طالع دلوقتي. انت كان عندك مشاكل في الميه، رئيس شركه الميه محمود طه انا بعته من الصبح على محطه الميه، وانا طالع دلوقتي. لو تحب تيجي معانا الزياره وتشوف الاجراءات اللي هناخدها في محطه الميه على ارض الواقع، تعالوا معانا، هات مندوب من معانا. ما هو ده انت لازم يبقى لك دور. اكيد طبعا، تمام. دي المشاركه اللي احنا عايزينها. طبعا عندك، اتفضل يا سيدي. احنا عندنا البلد كلها، الحيطان كلها مشرخه، البلد ليها طلب واحد. ساعات احنا عندنا الجبل مساحته واسعه جدا، وطلعنا وبنينا فوق، تمام. عايزين من ساعتك بس العمدان تطلعنا فوق، عمدان النور ومحطه الميه توصل. محل اهتمام، هيبقى محل اهتمام. الله يبارك، وهتشوفوا يا جماعه وهتلمسوا ده اللي احنا شغالين بجد، شغالين بجد، هيبقى شغالين بجد، تمام. وهخلي كل المسؤولين اللي تابعين ليا يبقوا معاكم، مفيش بقى اذا كان انا بتواصل معاك يبقى المسؤولين تحت مش هتواصلوا معاك، عليهم معاكم، اطمنوا يا جماعه. طب يا فندم بس اخر سؤال، هو عندنا يا فندم القريه بتحدها من جهه البحري او الشمال المقابر، ومن الجهه الثانيه حدود تعالي حموده، ومن جهه الغرب نهر النيل، ومن جهه الشرق هنقدر ندري وناخد قرارات واحنا واقفين بالمنظر ده. تمام، انا انت هتوصل لي، ما انت وصل لي، توقف معايا وهوصل لك ثاني، وهتلاقيني جاي لازورك ثاني وثالث، تمام. اللي انا عايز اقوله لك ان مش هبقى فيه اجابات دلوقتي ملزمه، تمام، الا من غير بيانات ومن غير دراسه، عشان ما اقدرش اديك دلوقتي وعد الا
اللي انا املكه دلوقتي، زي اللي انا املكه اللي انا جيت دلوقتي وكيل وزاره الصحه. لا يا سيدي الفاضل، لا وده الزام. انا دلوقتي في الخدمه عامه، في خدمتك تمام، فانا هخدمكم، هبقى موجود معاكم. ده اللي انا بقوله لك. قول لي يا سيدي، لما البلد بقت محاصره احنا بنتمنى من حضرتك الجبل السفحيه اللي فوق، احنا طلعنا قسمناه على البلد في خدمتكم وهتسهل لكم الامور. انا مش هعملها وشخط فيها اغراء، تاكد من هذا. زمنيه فندم قد ايه؟ مده زمنيه قد ايه؟ لا انا احبك، انا اللي طلبت امبارح اللي يبقى فيه متابعه. صح. انا اللي بلزم نفسي بالمتابعه وبجديه في العمل. الله يبارك لك يا فندم. عندنا اربع معاقين في البلد، اربع معاقين. انا منهم. الحق 5% اعتبرها خلصت. ادي بقى انا بعيدك بقى قدام الناس كلها. سعادتك متابع. هات الاربع ورق يا جماعه. اربع معاقين. مكتبي مكتبي فني. هات هون الاربعه، اعتبروا اشتغلوا ان شاء الله باذن الله. شكرا. يعني كانت هذه هي الاستجابه وحجم النقاشات. شكرا 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 فندم. شكرا. وحجم النقاشات هنا من قريه علي حموده واستجابه سياده المحافظ محافظ بني سويف. هيبقى لينا متابعه ايضا من وقت الى اخر هنا في محافظه بني سويف للاطلاع على كافه المشاريع التي تحدث عنها سيادة المستشار محمد سليم محافظ بني سويف. عودة إلى الاستوديو.